حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، صدمة كبيرة خصوصاً إن الوفاة بلا مقدمات، وحصلت أثناء تصويره لمشهده من وبقينا اتنين بطولة شريف منير. الجنازة حضرها عدد كبير من نجوم الفن اللي كانوا في وداعه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان من الحضور محمد هنيدي وشريف منير ومصطفى قمر وحمادة هلال وإياد نصار. وكمان تواجد في الجنازة داليا مصطفى وأيتن عامر وأحمد رزق وأحمد الشامي والمخرج أحمد شفيق ومحمود عبد الغفار، وحرص على المشاركة إيهاب فهمي وسليمان عيد والمنتج جمال العدل وأيمن عزب ومحمد رياض وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وعمر عبد الجليل وعلاء مرسي وفتوح أحمد. إذا كان في عامل مشترك بين الجميع فهو الحزن والصدمة على فراق صديق الأمس اللي اتشهر بأخلاقه الطيبة. كان كريم أبو ذكري منتج المسلسل أعلن عن وفاة طارق عبد العزيز وقال: الراحل تواجد في اللوكيشن ولم يشعر بأي تعب أو إجهاد، وكان كله نشاط وحيوية وبيتعامل مع الجميع بحب ومودة، ولكن فجأة فقد وعيه ووقع على الأرض، وده أثار حالة من القلق والخوف بين طاقم العمل، وفورا تم نقله للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية، ولكن بمجرد وصوله توفى. كان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي نعى طارق عبد العزيز وقال: فقدنا فنان خلوق وممثل رائع، وكان شخص محترم عمره ما زعل حد. من فترة صغيرة جدا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدا بعد تعافيه. رحل طارق عبد العزيز وعمره 55 سنة قضى معظمها في إسعادنا بكتير من الشخصيات اللي قدمها. وداعا طارق عبد العزيز.